دقيقة وانت كنت تحكي مع سعيمات تا وسمعت وهو دافع كما حب. راهو حتى في البرلمان خليني نقول انا ساعات يغيظني رشد غرمشي عليه خاطر هو ماهوش ملم بالعمل البرلماني ماهوش ما نحبش نقول كلام يوسف هاك انت قلتها مش ملم يفهم منه شيء شو يبدا قاعد وبعدها بعدها يلقنوا فيه جماعه يقولوا له قول هكا قول هكا قول هكا حتى يفرمون يتحكم في البرلمان اليوم الحبيب خضر الحبيب خضر واضح واضح داكوردو باه نعطيك مثال بسيط وسامر باش من هل منتخب الحبيب خضر ماهوش منتخب لا. هل انه عنده شرعيه باش يتحكم في المجلس ماهوش عنده شرعيه شوف شنو احنا ما يلموا فينا على الطعن هذا نتاع منح الصلاحيات بيتون خليلك ورقتين سيليس هتنقرا ثم ثلاثه قرارات معمول به قال ثلاثه قرارات الخميري قال معمول ثلاثه قرارات هبطوا في الرايد الرسمي ثلاثه فيهم تفويض بنفس النص اللي هو اللي يمضي بالنيابه عن رئيس المجلس النواب جميع الوثائق الداخله في حدود مشمولات انظاره باستثناء القرارات ذات الصبغه الترتيبيه نفس النص تفويض لفلان الفلاني اللي هو الكاتب العام مش لازم نسميه موظف فلان الفلاني اللي هو رئيس الهيئه العامه الدفار وحبيب خضر الدفار معقول وحبيب خضر كاتب عام معقول ما فهمتنيش لو ميم تيكست معناه انت معناه اللي يقوم الصباح يجي قبل يصحح لشكون صا معناه انا كي نفوض الخربوش يصحح في الكونتراتوات يما للكاتب العام يما للدفار يما وانا كل واحد شنو الوثيقه عنده حق يصححها باش توريك اللي حتى معناه فوضى باه باش ما نخوض سامحني مساش نستفهم نستفهم معناتها اليوم الحبيب خضر ينجم يصحح على اوردر دو ميسيون للخارج ولا على بوند كوموند ولا على كونتراتو ولا كونتراتو كيما ينجم يصح عليهم دافر كيما صح عليهم كاتب عام كيما عند شكون طاح البارافور ما نعرفوش انت والبارافور عند شكون طاح اي فوضى اي يعني قلت فوضى اصلا اصلا في القانون لا تفويض بدون نص ما ثم حتى نص يسمح لرئيس البرلمان بتفويض لا امضاء لا صلاحيات ثم نظام داخلي يقول لك عندك زوج نواب لواش عملنا نواب احنا بسيروا الجلسه العامه برك اكثر انا مساعد رئيس البرلمان المكلف بالعلاقات الخارجيه والعشره مساعدين ما نعرفش اللي ينتميوا لحركه النهضه عاقله اللي نعرف ما ينتميوش لحركه النهضه لنهار عنا ست اشهر ثم رئيس مع مساعده ما يتقبلش لنهار قعدت انا في بيرو وانا معناها اسمي مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجيه يقابل السفراء ساعات يعيط لي ساعات يحذرني ساعات ما يحذرنيش انت والسفير شكون شكون يقرر ما نعرفش شكون يقرر دونك هذا نحكي تو انا نحكي كنائب في البرلمان تقول لي نسكت على هذايا الحقيقه ما نجمش نسكت على هذايا ابسط حاجه اني نطعن